الاستاذ دكتور يحيى هاشم، استاذ علم الاجتماع واستشاري برامج الحمايه الاجتماعيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك دكتور يحيى. يعني احنا كان لينا لقاء سابق كنا بنتحدث فيه عن موضوع مشابه، لكن النهارده بالتحديد اسال حضرتك، هل بالفعل تجربه مصر تعد تجربه رائده في الحمايه الاجتماعيه، ام ان كثره العدد وضعف الامكانيات بيحول دون تقديم معونه او مساعده حقيقيه، سواء في صوره اعانه او في صوره يعني اي برامج اخرى للحمايه الاجتماعيه؟ طبعا خليني اكد مع حضرتك في البدايه انه بالفعل التجربه المصريه في برامج الحمايه الاجتماعيه هي تجربه رائده وتجربه مميزه، لانه الدوله المصريه وضعت استراتيجيه ونهج يعني مبني على اسس علميه لخلق شبكه من الحمايه الاجتماعيه وبرامج الحمايه الاجتماعيه لتشمل العديد من الفئات المجتمعيه وتشمل محاور مختلفه ايضا في حياه الناس. بل بالعكس، ده في من البرامج اللي معموله للحمايه الاجتماعيه برامج، في برنامج منهم واحد بس مثلا يشمل تطوير حياه اكثر من نص سكان مصر زي المبادره الرئاسيه حياه كريمه. فاحنا عندنا النموذج المصري النهارده اللي بيتحدث عنه العالم في الحمايه الاجتماعيه هو نموذج فريد فعلا، وعلى الرغم فعلا من وجود تحديات ويعني صعوبات في المجالات الاقتصاديه والتمويليه وخلافه، الا انه الدوله يعني تمضي قدما في مجال الحمايه الاجتماعيه سواء بالبرامج او بحزم القرارات او بتقديم الدعم باشكاله او بالمبادرات الرئاسيه برضو، مش كده فندم؟ طبعا المبادرات الرئاسيه دي هي اليه هامه جدا من اليات تنفيذ برامج الحمايه الاجتماعيه، لانها اولا بتكون برعايه رئيس الجمهوريه، ثانيا بتاخد يعني حراك وقوه دفع قويه جدا من كل اجهزه الدوله، بيشارك فيها منظمات المجتمع المدني والاحزاب وكل الفئات المجتمعيه المختلفه المتطوعه، وبالتالي بتلاقي حضرتك في مستوى الانجاز فيها ومساحه التغطيه وعدد المستفيدين دايما بيبقى كبير وفي زياده. غير ان في نقطه مهمه جدا، ان هذه المبادرات الرئاسيه يعني طلعت او اطلقت من الاساس لتلبيه احتياجات اساسيه لدى المواطنين. عشان كده تلاقي حضرتك انه المبادرات الرئاسيه في مجال الحمايه الاجتماعيه هي متعدده ومتنوعه المحاور. يعني في منها جزء بيشتغل على العماله المؤقته، جزء بيشتغل على الفئات الاولى بالرعايه، جزء بيشتغل على الاسره المصريه، جزء بيشتغل على الدعم التمويني وهكذا، يعني في تنوع. يعني احنا امبارح مثلا يا فندم كنا بنتكلم بمناسبه صدور قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي، فكنا بنتكلم عن هذا الموضوع. هذا التحالف مبادره او اقتراح رئاسي تحول الان الى تغيير في حياه ناس كتير جدا. طبعا فكره التحالف الوطني دي يا فندم في العمل الاهلي المجتمعي دي طبعا فكره ممتازه جدا، بتجمع القوى وبتحقق اهداف مشتركه وبتخلي فيه قيمه مضافه حقيقيه من العمل المجتمعي في مصر، عشان ما يبقاش فيه تكرار للبرامج المقدمه، وفي نفس الوقت يبقى فيه فاعليه قويه جدا لما يتم اطلاق مبادره او برنامج او اي خطه من الخطط المستهدف بها الفئات الاولى بالرعايه، تكون فاعله تحقق قيمه مضافه للناس يستفيد بها اكبر قدر من الناس. نستفيد بعناصر القوه اللي موجوده في كل منظمه او مؤسسه من هذه المؤسسات المشاركه، لان طبعا عناصر القوه بتختلف من مؤسسه الى اخرى ومن جمعيه الى اخرى، وبالتالي لما نعمل كل هذا التكامل بين كل عناصر القوه دي اكيد هنقدر نوصل للاهداف بسهوله، هنقدر نعمل مساحه تغطيه كبيره، هنضم عدد مستفيدين اكبر، هنحقق احتياجات كثيره للناس هي بتمثل محور اساسي في حياتهم، لانه الناس كلما شعرت بان الدوله تشعر باهتماماتهم وتشعر بمشكلاتهم وتشعر بحجم المعاناه في امور كثيره من حياتهم، وبالتالي بتتخذ اجراءات وتدابير وبرامج ومبادرات من شانها توفير الحمايه الاجتماعيه بتغيير حياة الناس، أكيد بتلاقي حضرتك هنا المواطن بيتجاوب معاك، بيبقى هو كمان بيخش جوه الدايرة بالتنمية بالمشاركة، إنه بيبقى عنصر فاعل في التنمية وعنصر أساسي، لأن التنمية دي بتحصل ليه وعشانه. صحيح.
صحيح يا فندم. طيب ايه يا فندم في رأي سعادتك وحضرتك عندك خبرة طويلة في هذا المجال، ايه المعوقات الرئيسية للعمل، او بلاش معوقات، خلينا نقول بقى قوة الدفع، لان احنا اصلا يعني ما كانش عندنا وابتدينا، يعني احنا برضو موضوع الحماية الاجتماعية خصوصا من ناحية الدولة كان يعني ضعيف جدا قبل كده، والفترة الأخيرة شفنا نتائج جيدة جدا في التشغيل، في المشاريع الصغيرة، في توزيع تأمين الغذاء لأسر كتير، مسألة حياة كريمة، مسألة التحالف القوي. ده إيه بقى اللي خلينا نوصل مثلا لتقديم خدمة لنص مليار مواطن مثلا؟ لأن طبعا ممكن يكون نفس المواطن أنا بشغله في نفس الوقت وضبط له بيته، ففي الحالة دي يعني يبقى عندي إمكانية أن أنا أعدي الرقم بتاع عدد السكان. يعني ما هو طبعا بص حضرتك، كل ما احنا يبقى عندنا فكر علمي منظم لموضوع لمفهوم الحمايه الاجتماعيه ولبرامج الحمايه الاجتماعيه اللي هو بيقوم على اساس قاعده رئيسيه مهمه جدا هي التحليل الرباعي للمجتمع للوصول على للوقوف على عناصر القوه والضعف والمخاوف والفرص في هذا المجتمع. لما بنيجي نعمل التحليل ده للمجتمع ككل ولكل محافظة على حدة، بيطلع لنا نتائج، بيطلع لنا معلومات، بيطلع لنا بيانات، بيطلع لنا الاحتياجات وفقا لأولوياتها وأهميتها في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية. لأن زي ما انت عارف حضرتك انه ممكن يبقى فيه احتياج لدى المواطنين في القاهرة، ممكن يبقى المواطنين في شمال سيناء مش محتاجين. طبعا طبعا، فكرة انه بقى فين مفيش مدارس، فين مفيش مستشفيات، فين طبعا. كل ما نقدر يا فندم نبدأ بالخطوة الأولى دي صح، وتبقى البيانات والمعلومات اللي فيها صح، وهذا التحليل الرباعي معمول بشكل علمي سليم، كلما استطعنا أن نقف على الواقع اللي هنا بقى بنبدأ نخطط له، هنوجه المبادرات دي فين الأول، هنتحرك على أنهي قطاع، هنتحرك على أنهي فئات مجتمعية، عددهم قد إيه، محتاجين تكلفة قد إيه، محتاجين ايه نوع الخدمة المقدمة، وبالتالي هنمثل قيمة مضافة للمجهود اللي بنعمله، وهيبقى فاعل بالنسبة للناس. صحيح. هيبقى المجهود كده والبرنامج المقدم والمبادرة المقدمة بتلاقي تلبية احتياج حقيقي لدى الناس، وبالتالي بتشبع احتياجاتهم وتبدأ تطور من حياتهم وتغير شكل الحياة بالنسبة لهم بشكل كامل. طب اخيرا يا دكتور، معلش هتقل على حياتك في سؤال تاني. انا بلاحظ وحضرتك صلح لي ان الشعب المصري من اكتر الشعوب اللي ممكن يديلك وقت ويديلك قلب ويديلك مساعدة لما تنظم له الحكاية، بدليل ان حتى لما عملوا احصائيات لفكرة المساعدة الاجتماعية والشعب ده رغم مستواه الاقتصادي بيتبرع بقد ايه خلال السنة، لقوا رقم كبير جدا بالمقارنة لدول تانية في العالم. فهل فعلا احنا شعب مميز في الحتة دي، فممكن التحالف ده والتنسيق ده يخلي اعداد كبيرة تنخرط لما تطمن ان في خدمة حقيقية بتقدم للناس بشفافية؟ طبعا طبعا، احنا يعني كشعب مصري بنتميز بهذا الامر، وانه كلام حضرتك سليم جدا، انه لما الناس بتشوف النماذج التطبيقية الواقعية اللي موجودة على الارض اللي بتحقق أهداف وبتساعد الناس بالفعل، أكيد ده بيدفع الجميع إنه يبقى يتصارع ويبقى عايز يبقى جزء من هذه المنظومة، وعايز يبقى ليه إيد في هذه التنمية ويحط اسمه في تاريخ بلده إنه بيساعد بلده في إنه بيعمل التنمية الفلانية، بيتطوع في كذا، بيعمل كذا. طبعا من عظمة المصريين إن هم بالفعل الخير جواهم والطاقة الإيجابية جواهم، بس هم زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، بيحتاجوا ان احنا محتاجين دايما نجد الطريق السليم ونجد الوعي المجتمعي الكامل باللي بيحصل في بلدنا، عشان نقدر نفكر فيه بنفس الاتجاه مع البلد، ونقدر نبقى عندنا رغبة وطاقة في المشاركة والمساعدة والعمل مع الجهات والجمعيات وكل الفاعلين في هذا الامر عشان نحقق النتيجه الايجابيه. اشكرك جدا يا فندم الاستاذ الدكتور يحيى هاشم، استاذ علم الاجتماع واستشاري برامج الحمايه الاجتماعيه، شكرا جزيلا لحضرتك.